malinkoa, malinkoa, malinkoa. Maska hadidu nido malasan mochadahira. Maska hadidu nido malasan mochadahira. Kalamirtay e maane say marki qarsula. Kalamirtay e maane say marki qarsula. Wamisbahi kahisu manka. Umahine mugdigi kamayday. Wamisbahi kahisu manka. Umahine mugdigi kamayday. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كسو دواد أرضي برنامج كيني كبارو التفيق قرنكا إذا عدا راديو هرقيسة مادة دي إني تربية إسلامي قد فصل هذا السيدات حسدنا وحسدي صدح هذا مدرسي صدح هذا وحنو قاعد يضانا موضوع إن ما أنت وفضل الاستغفار استغفارتها هي فضلها أي لذا وحنو قاعد يضانا استغفارته ما حافة إذا هي لذا هاي فضلها إيو فإذا ذا أولا ذا إنساكم حيه درسيون لو حكاكم لاندونا قضبضا صوصعدا حديث رسولك عليه الصلاة والسلام إنه نقارن موضوع سوين أوغاها الله رسولك عليه الصلاة والسلام لابا وحين نقارك دونا سحابيك حديث كاينو ورنينا وحقايرو التعريف أو سيرادي سيان نولوشي سكو صابسان إساقنين نوبحن صدح معاني الكلمات كا درسيون كتري غريب كايغانين نفاسرن نقضض أفراد حديث كشاريحي سينا نسيرو كهوبا وغاها ظن يمرك أقود ميسا حديث كان محين كفايدن سنكرنا إنه نكاظ فضل الاستغفار محيطه استغفارته وإلهي اللي ويدست من دم داف الاستغفار معناها وطلب الاستغفار أما طلب المغفرة طلب مغفرة الذنوب أدونك إن إلهي ويدست إنه إلهي دم بقي صلاف وإلهي وأسطر الدنيا ذا آخرا أولاف فضلك إلى ذا نارك أنس ابن مالك وحلقوري رضي الله عنه قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وحن مغلى رسولك وله قال الله تعالى الله وحيدي وحديث القدس مركز يا ابن آدم إن آدم إنك ما دعوتني أنت أذ إبريس معناها مدة أذ إبريس دعيسنس ورجوتني أذ رجينس إذ ديلة آمال إذ رجغبت غفرت لك وأنكو رافي على ما كان منك وحي كابعي إذن بها أيانكو رافي ولا أبالي ومن أبيلها يو ووحدنا هكملي دم بقاسين تودونا بها اللي أكاد ويهدات لتميت دعا يهرج يا ابن آدم إن آدم لو بلغت هدي أي قال ذنوبك ذنوب تاذو عنان السماء سمذ بوحيذة سمذ مقيذة معنى سمذ إي أرضذة إنت أرد حيسها دي بحس الذنوب تاذو ثم استغفرتني الاستغفار ويديساتو أيوه ذنوب تساؤو بلانتهاي غفرت لك وأنقول رافهايا يا ابن آدم إن آدم لو أتيتني هداد إلى تمادو بقراب الأرض أرض ذا مجيدة بوحيدة خطايا أو حمان إيا معصية قفأة ذنوبها ثم لقيتني هذه لك لانتو لا تشرك بي شيئا أذيكم وحبي يقول شركيين معنى عبادة إذا عدك لو ذا جنهين وحو ذاك إيه إشراكنا أنجلين هين وحدانية إذا لا أتيتك وحن كولي منايا بقرابها مغفرة أرض ذبوحيذ أدن بالدافعة ما بين السماء والأرض وهي معناها أرض ذوحي قاد أدن بالدافعة مجدها أيام كولي منايا انت سدين أوقذ من حديثك ولكن أرجنا السحابي حديث كان وريي من هو حديث كان سحابي وريي محوها محاد كتقى أن سحابي أنس ابن مالك ليلا والصحابي الجليل أنس ابن مالك من النضر الأنساري الخزرجي والصحابي وينوي مجعس وأنس ابن مالك ابن النضر الأنساري وأنساري والصحابي مهاجرين أنصارين بين معنى سوى أنساري أنصار وحكى لهذا أوس يا خزرج سحابي غنوة
قسمي أما طائفة خزرجين تايو كسوجن كن يدي سنة وحاهيت أبو حمزة أياهت هو يدي مقا عيدهم هو أنس ابن مالك أمه محاهد مقا أم أنس هي أم سليم أم سليم بل إلى أنس هو يدي بنت ملحان رضي الله عنها صحابية عجيبها والسيرة إذا إن بضان لغا الشكاية ويا خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين أنس ابن مالك وحو أشقين هي النبي عليه الصلاة والسلام مدة طبعا صنع وحو أها خادمك رسولك عليه الصلاة والسلام 10 سنين بون رسولك أشقين وكان عمره 10 سنين دادي سوحا هي طبعا صنع معنى دادي سو طبعا صنع هي وقرمة وعندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهاجره رسولكم مركم مقالة المدينة أسوه جرو ذي أنس ابن مالك دادي سوحا هي 10 سنين ما بيقنا مركا وحو أشقين هي طبعا صنع ولذا أخذ عنه علما كثيرا نبي وحو كبرت أنس بن مالك علمي بضن بكبرت وهي 10 سنين بؤها خادم رسولك عليه الصلاة والسلام أخذ مينايا أشقينايا لتوغ في كل الأحوال تاسوحي دحل سيسئين علمي بضن إصغو يا رسولك أوك قاطم فكان من فقهاء الصحابة وعلمائهم أنس وحوها علماء ذي صحابة وحناها فقهاء ذي صحابة ويسي فقيه كن غضيبو بيرا 10 سنين بوها مركو رسولك الله كل مي رسولك مركو قيرنا 20 بوها ناي ساركتون وحو فقيه كن غضيبو مدادة بضينا رسولك أخذ مين هي أي واحد حلسين علم بضان رسولك كبرت تاسا واحد أنه غطي سببت أو كن غضي فقيه من فقهاء السحابة وعالم من علماء السحابة أي نغضي أنس بن مالك دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بطول العمر رسولك يودع يا أنس وحو نقود دعي وحيالها صوص الله هوس كفير أنس رسولك حقو دعيي عمري ديرين إلى هالسي وإلى هاي عمري قو ديري وبركة المال مال كيس إنو إلى هو بركة يحوله سوى نغضان حول بركة سم رسولك حقو دعيي صدح رسولك حقو دعيي كثرة الولد إنو إلى هاي أبذي أولاد أو أولاد بدن إلى هالسي أنس يعيال بدن معنا والجنة أغضب كأفراد رسولك حقو دعيي أنس وحوها إنو إلى هاي جنة كأرزاقه وأنس أنه كان من أهل الجنة فلم يموت إلا وقد رأى 100 من ذريتي أنس بن مالك موصى لمن إلا مركب لمن يعيال كيس وحي قارين ويكبضنا ينبقل سوى أولادي سوى بقول كبضين ينبو أنس لنتي هذا واحد مما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وميت كم إذا هاق وضبضي نبي ودعي هيد كثرة الولد إنه إله سبحانه وتعالى أنس كو أرزاقي سوى أنه الأولاد يسين قارين بقل أنس رضي الله عنه له بستان وحولها بير تثمر بالفاكهة مرتين في العام بير تاسي سنة كي لبا شير بي مرين جرت لبا شير با بير تاسي وحي سوقين جرت ولغا سوقين جري خضرة دليل هذا فاكهة هذا فاكهة هذا ومحي وانواع ذا خضار تأنو باهنين إلا كريا بسلوي سيدا تمرتا يعينب كي وحي لمدك سيدا عاديقا هذا ومرة واحدة بيهان جرت لكن بير تاس مرتين بي سنة كي كل عجرت إني بير تاسي أي سوقه ويظن مثل كمذاها وحنبي ودعي عليه الصلاة والسلام وانا سوارك وعمره لما مات 103 سنوات أنس بن مالك مركب وقريون هدادي سوكام حلقي أساني أحيت ما داين رسولك وحو قدعي بطول العمر بل دعادي رسولك حقا كثير عليه الصلاة والسلام هل وجدت أو لا ولا أركي نبيك عليه الصلاة والسلام دعادي وقدعي وها أنس بن مالك وحو قريون سوى دادي سمر يسبقول إيا صد حصنه وكان آخر من مات من الصحابة بالبصرة وحوها أنس آخر من مات من الصحابة بالبصرة قفكي أقود دنبيي الصحابة كل انت أيها مقالة بصرة ماها آخر الصحابة حياة أرضي هكذا سيغل ضمي أنس بن مالك ماها صحابة قفكي أقود دنبيي نرش لكن أنس بن مالك وصحابكي أقود دنبيي كوغيريو ذي مقالة بصرة ليلة وكم ذاها مقالوين كي مسلمين تي عراق وقتقاس أيها صحابي أقود دنبيي نرش روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك 10 سنين بوها نبي مركو خدمة ديسة إيو لكلن كيسعو باللعبي محاد في ليسة إنو وريي طبعا سنجير إسوغا إنتين لك بعد في ليسة حينو حديث رسولك كقيبي أنس بن مالك نبي غوحو كقيبي أو كوريي وموجودة كوها كتبتها أحاديثة 2286 حديثا لبكن لببقون لحية سديتا حديثا رسولك وحو كوريا لباكن لوابقول لحئية سيداتا حديث أي رسول كوريا أنس متى توفي
توفي رضي الله عنه وارضاه سنة 93 من الهجرة. أنا السوح قريودة ودنتي سنة كي صدح يساقاشن كي هجرة رسولك أيو قريودة. فرضي الله عنه وارضاه هذا هو أنس ابن مالك. الدروس والعبر إني نكفى إذي سنة لبهيه وصحابة أيداء ذي سؤال ويرتهي وقتك أو رسولك الله كل مي يمدد وحكو برنينا طبعا سنة قذيته لقيا بالطبان سنة ذا واحد لقاني سيد هان أنا سنة كوي انتهي أرضي وإسودي أنس علمك وإنت كوغارينو يا هاي مركي لقيتك دعاء النبي عليه الصلاة والسلام بجهده الكثير دذالك بناء السوق بحياة أذيقان انت إلا بدا إنا دذا شاعي لقاك بحياة سيئاد أقاردتك قرفع هاي وقوة كاوين لبضوان انت سوحين وقا بحينا أنس ابن مالك ترجمة ديسا يا تاريخ نوليد كيس وحين نقول بين درسنا النقطة لاحظوها معان الكلمات معنى معاني الكلمات المفردات الغريبة في الدرس الموجود نفسرها ونوضحها كلمات كقريب كان نعدي الكلمة ومعناها كلمة كبابا ما دعوتني ما معنى ما دعوتني ومدة دوام دعائك ومدة دائم سنتهي دعاء ربي معناها انت ربي بريسو والإلهي بريسو وعاد كجرتا حالة وإله سبحانه وتعالى أرمها سيدات كسوة أنت وحكا بدلعين ورجوتني بالا كلمة دلابادي نجرت انت الرجين هيسو هدي ديلي إيا آمال هيسو وضانا هين إنسان قوستي إن إله رحمة ديسا لقا قوستي ميش كنجرت أملت مني الخير انت إقسو إيسا أنيقا خيروي كلمة استحادي نجرت على ما كان منك وحي كارعي دنبئة على ما وقع منك من عظائم وجرائم وحي كارعي ذنوب ووينها أما قفف ووين إله يكون قفتي حقوق ديسا يوحال وقدر صلي ولا أباري معناه ضوامه ولا أكترث بذنوبك ولا أستكثرها ذنوب هذا مبط صنعيه منكيت صنعيه وان رافة حياة دنبك هذه الله تماضو استغفار إن الإله وديسته كلمة نحتوى عنان السماء عنان السماء معناها ملء ما بين السماء والأرض وإنت أرد حيث أرض للك أي عرك بوحذ للك أي عرك إنت أرد حيث بوحذ بقراب الأرض نوامحي ما يقارب ملءها أرض وح بوحي كراه أما أولو إنو بوحي ويان خطايا معناها المعاصي المعاصي وجمع معصية وخطايا جمع خطيئة وقفك أما خلتك أوقفك كحد قد بها حقوق ذي إله سبحانه وتعالى يعني المعاصي لله انت أينك أقول من المعان المفردات نقطة الصدحات إن درسينا كهذا دونا وحويان والمعنى الإجمالي معناها قد أحاديث كليه الخطاب في الحديث لبني آدم خطابك أما هذا الحديثك وحكوة جهان يا هيري بني آدم وهو مشتمل وحكوة بصدي حديث كاني أما خطابك يا هذركم على أن من أسباب مغفرة الذنوب دعاء الله أسباب تدنوب تلغل فوحا كم بذها قفك إنو إلهي بريو ورجاءه إنو كرجيو أو كهدي ديش مغفرة الذنوب ذنوب تإن لغاف والاستغفار منها إنو إلهي دم الله فويديست والإخلاص لله إلهي درت إن ألي ماذا وإلهي أخلاص يلا عمرك وقامني والسلامة من الشرك يأينو كبد باذو نبت قليا وكويد استشرك إلهي نشرك قليا لكن السؤال ما معنى مغفرة الذنوب مغفرة الذنوب محلق وضع دم الأف محلق وضع وحلق وضع وسترها عن الخلق إن اللقى قرية بني آدمك يا مخلوقاتك والتجاوز عنها إلا إسكعفي والإسكعف فلا يعاقب عليها أن لإصع عقابي مركا أو يصنع عقابي كالألم إذن هذا فضل كبير إن السيداس أي دعاذ الدم بقاق إلهي أرنافو أو أصنكو عقابين وفضل وين أو إلهي كيمة سبحانه وتعالى وفضل حق إلهي كيمة كارا وفضل أو إلهي بحن كارا إكلا وكسين كبتاينا مجر تفضل قاس وأمل واسع ونهي دي لبالارا يأطه دي لبالارا لكل مذنب قف كستؤ الذنبابي بأطهي أنه يقال وحلق أرندنا قف كستؤ الذنبابي ومذنبه الذنب كالعي يا فلان هبلو لا تيأس من روح الله هكا قوصني النحلست إله أصلا لا تيأس من روح الله إنه لا يأس من روح الله للقوم الكافرون نحلست إله كما قوصت قف أن كافرهين
قفك مؤمن كه مهما وخطأ يقف كل عائنه نحريست إلهك قوستماه وإنه نحريست إلهي مركز تورج يا فلان لا تيأس من روح الله هبلوها كقوصن نحريست إلهي هذا ربك عز وجل كاسي وربك يناديك قول واقيا وقوبا قيا وكيره ويعدك وحكوبا لانقاض هيا أنك إذا صدقت معه مركز سجر رمي معيس كجر رمشك توبذي استغفرت أبوه ولم تشرك به أذن عدك لو ذا جنين فإنه سوف يغفر لك وكورا في دون ربي سبحانه وتعالى سوف يغفر لك وكورا في دون الذنوب تذن وسوف يأتيك بقراب الأرض مغفرة هناك سين دون أرض ذا بوحي ذا أدم الأف مجي ذا أدم الأف وكسين دون فكل ذنب منك ذنبك استو أذيك كالعا له من الله مغفرة إلهي سبحانه وتعالى وحقوق بدلها ذنب الأف بكودنا هذا فضل واسع وأن حريص وين ذنبك استو كالعا إني مغفر الغوق بدله وهدي أطوبت كين كاقدة ديسو قبل فوات الأوان إنت أوصى وقت يذكاتين صدح دعاء العبد ربه مغفرة ذنوبه أدونك أو ربي بريا أو توغا إنو إلهي دنبي سلاف ورجاؤه ذلك أرنك إنو أدونك الرجاي منه من الله إلهي حقي سنو كالرجاي دون يأس إساغو أنقصنين مع التوبة من الذنوب إساغو الذنوب تا إلهي سبحانه وتعالى أغتوبت كاني وحي ذنبها كالعيب إله أغتوبت كاني يحصل به من الله المغفرة إلهي وحكيه لها يا دنبي الأف بويدنه ولو عظمت الذنوب ذنوبتها بوينات وكثرت هببنات ذنوبتها وتكررت هبصن ونقط مهما أي ذنوبت وينتهي أي بضانتهي أي صن ونقطي هدو أدونك ربك وبريو دنبي الأف ويديستون حريست إلهين الرجية طومن وليماد ذنوبت إله سبحانه وتعالى ولافايا ولو بلغت السماء سما ذهب جاد الذنوب تاس وعرك أي جاد أو ما دون ذلك كسحاب أما وح سما ذكه سي جاد سيدا ضروره هنا جاد أو ما يبلغه بصر الناظر إلى ما فوق أرجع قفك من أدمك أنت وجاد هي الذنوب تيس وجاد لي لا أنت كسر يا سما كل ذلك الله يغفرها ذنوب تاسر إله ونافيا هدي توبة استغفار لقاح له ثم حصل من العبد الاستغفار مع التوبة أدون كان لجهله إنه إلهي دم بلاف ويدست السجع وكتبت كنا هي من جميع الذنوب ذنوب تؤرن سو كتبت كنا فإن الله تعالى يغفر تلك الذنوب إلى هي الذنوب تسيده ورافيا ويتجاوز عنها لما أنت أن مسكعفنا يا وكتي سنة والتوبة هي الإقلاع توبة ما حيتها توبة وإنه قفك ذنبك كفقة السوء إنسان كو دنبي كو تيرا أو دنبي السمانة يا معصية دي بان توبت كان يا سحمة شروط بيلا ده التوبة شروطنا وصدح لا قضب حقا نوقرنا حقا نكوري جنا يا أرضي وحقا كيو وشروط التوبة شروط التوبة محيطة شروط توبة النقطة الأولى ومحي وطان كو فسرنا الإقلاع عن الذنب وإنو قفكو ذنبي وكو تيرا مركا ورابس كيكتاو وإنو إقلاع كسمية عن الذنب ذنبي أو كتيري إنو كتكوى رجو وأنو قد كوبات إلوغا باهاية حي قفكو إنو سمية مركو توبت كينا حيوي الإقلاع عن الذنب معنى ما حي وإنو قفكو ذنبي إسكداي صدح لبو حويا والندم على ما فات إنو قفكو ندامة كسمية وحي كتكوى مع سيادي هراء يحمانتي السمية بكقوما مونايا وكندامونايا يا ويله يا حسرة محائي قوتي إنو جدا هذوي سنحظو حوين العزيمة في المستقبل على أن لا يعود إليه نقطة لبضوح نقول نيسا إذن الندم على ما فات قف كان يوحو كان دامي سيهي دنبيكي كدعي نقطة سنحظو محي والعزم في المستقبل على ألا يعود صدح قضب هدين لقيه لأيال أوران كرا توبة داني وطوبة صحيحة وإن وقفك دنبيه إسكداي ودنبيه مركة أسمينة مركة هراء وكالح بحاول لابا الندم على ما فات وحي كتغيرين وكقوة مبضو وكحماضة أو أوكا
قوم مودوين العزم في المستقبل على الا يعود مستقبل كيسن انو غوان سدا ويه انو سن مر لباد دنبغان اسغا كو نكونينين غوان رسمي نقطة معناها العزيمة الصادقة العزيمة الصادقة كالصيف الصارم دمجا ونسكدين دون ما لكن وينو قان رسمها قاطع إنه دمجا قفكو توجينه العزيمة الصادقة كالصيف الصارم بين عرض عزيمة ضربتي وحلم تهاي سيف تأفك بضن سدح ذا شرط هدين لجاه لا أيال أورن كره توبة نيو توبة نصوحة يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة ما هي توبة نصوحة هذه التي استوفت بها الشروط وتوبة لجاه للسدح ذا شرط وين لكن فعلم أيها طالب دنبجا لجرب الصدح عن شرط واد دنبجا ودنبجا ديله كجشوي هدود دنبجا سوى دنبجا ديله كجشوي بصدح عشرة لجربه لكن قف بين آدم هادات كجشوي والحقوق دي سكوحة جذبتو دنبجا قف بين آدم كجشوي ما هي الشروط هذه شروط مشروطة بكل ذلك صدح عن شرطي ولا جربه معك ولا جربه شرطي كلا يلا جربه وها رد المظلمة قف كاستجها وحيات كجستي أما وحيات كذل مضي إن استجع وعلس هذيك راض أحكروا هانا إن السجع كوي جستوح لهذا إنه كارف وكعفي ويا حق من هذا السجع كعفي كر صدق ذا شرط هذه لقاها رأي لله والتوبة والتوبة هي الإقلاع من الذنب التوبة وإني قفكو ذنبي وكهربين لبا وإنه كن دامض على ما فات صدح العزيمة في المستقبل على ألا يعود إليهم أنت كيف قدمنا حديث كان ما يرشد إليه محين وهنايا معنى ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ حديث كان محين وكفايد سننا الأحكام التي نستفيد منه حتى نقطة الأولى وحين وكفايد سننا سعة فضل الله عز وجل فضل إلهي السسمد إلهي ديق إلهي بلانيض أي بلانط ومغفرة ذنوب عباده أدومه ساد ذنوب توضع رافتانك ورافعي والنقطة كوان حديث كغانا النقطة الثانية للحديث أنه كغانا من أسباب مغفرة الذنوب دعاء الله ورجاؤه من غير يأس أسباب إلهي ذنوب تقول فهو حكم ذها إنه أدونك إلهي بري أدونك إنه الرجاية إلهي سبحانه وتعالى نحرسس من غير يأس إصغو أنقصنين أنقص كتر ما أهدو ذنبي بضان قفك السماية معسية بضان السمين إلى هذا إلهي هنقي مضافة يا عبادي يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا تاسع تهلا إلهي ذنوب تولم ورفا مركا أدونك وإنسا إلهي كقصن النقطة الثالثة للحديث عن كفة الإسلام حين فضل الاستغفار مع التوبة دنب الأف ويديسك إلهي اللي ويديسنا يدنب الأفك الصوء التوبة لقدرة هايو فضلك يوانك إلى ذا وأن الله يغفر للمستغفر ذنوبه إلهي وحوله فيقفك دم بالنافك ويديستي ذنوب تيس ولو بلقت في الكثرة ما بلقت هبا قاد ذنوب تيس ما الله لميش يقارس إن الله لإنت يدون طبعا لإكعط إلهي سبحانه وتعالى وقوله فيا أن الشرك بالله هو الذنب الذي لا يغفر حديثكم عن كف هذه السنة إن إلهي سبحانه وتعالى ذنبك وسنة فين وشركك هذا قفك عبادة إله الشريك قليه أو الشريك ياله إله سبحانه وتعالى شركه مرافه وقالوا لكن وهذا يقول أنت وين شركه ولا قلت بتكيني كراه وأنا لقبه كراه لكن قفك هذا يقول أنت قل أنت أي سن إله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويات قرآن كله وأنما سواه تحت مشيئة الله وحي كصه علي شركه إلهي مشيئة ذي سوطلف الأعلام إن شاء عاقب وإن شاء عفا عن هدو دوننا أدون كان دنبغ والسمي إله سبحانه وتعالى وعفنا هدو دوننا وعقابا وقرما ومركو بدون التوبة وكل انتوي هدو كالتوبات كان رمان إله سبحانه وتعالى توبة وكأقبلا وحن كغل نكر الحديث كان فضل الإخلاص عملك إلهي درت للي ما دو فضلك يوناك إلى ذا وأن الله يكفر به الذنوب إلهي وحكو ترتراء إخلاصك ذنوبت ويحي ذنبه قفك كيميت إله سبحانه وتعالى وحكو ترتراء فضل لغا إخلاصك أولي يمت تدريباتك درس غير أقود بدونا تدريبك كوباد ومح جمال كان صوص صعلا أما كلمات كان صوص صعلا تصح لها صح سيئة تخطأ هنا خطأ سيئة النقطة الأولى ومح روى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم 2286 حديث لابا بقول يليحي سديتا حديث مري ما الصحبة مخلط بها أيها طالب أنت المسؤول عن أذا لو ويدين يا محيك رطم حاجة كفير جواب تضعو وصح هو إجابته. سؤال شلاب هذا أما قيبت لابد إن الله يغفر الذنوب جميعا حتى الشرك بالله يوم القيامة. وصح مسوى خطأ وخطأي. سؤال هذا حذف يغفر الله الذنوب جميعا ولو كثرت. صح. توفي رضي الله عنه والله سنة 86 صح ولا خطأ.
لا هذا هو خطأ. ليش خطأ بصبع كقر؟ خدم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين صحيح. تدريب كلا بعضنا واسكوب بيك بيقوي ويقول صح صن طاي صار كه صار كاس كفيل. أنت كلا عديقة أيا كل يصح دونا. أكمل الفراقات أنت وأنا كجت وتكون في لانته. سؤالها توسك هنا أديكوا كجواب. أذكر ما تعرف عن الراوي وأنس بن مالك، ما هي أسباب المغفرة التي ذكر في الحديث؟ أسباب الذنب قال الله في حديث كل شيء واحد. ما معنى مغفرة الذنوب؟ ما حلق وذا دم داف معنيس. سؤال أفراد ما هي التوبة؟ سؤال شنات أذكر بعضا مما يرشد إليه الحديث. قيب كم إذا الشيء وحيالها حديثك نعم. هكا واحد نكسر في ميرنا أرضي درس جيني أنو كجهد لإني. هكا واحد نكسر جب جبيني أنو كسر في ميرنا درس جيني أنو كجهد لإني. فضل الاستغفار بعدين تربينا وإنه كل سعنة تفيق قرنك إذا عدا راديو هرجيسة. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا طلاب سواء عن وأنا سن السرادي. مانكا ام عيني مودقيك ما يري